الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في علم الائمه عليهم الصلاه والسلام وهناك ايات متعدده وروايات كثيره تدل على علمهم من جمله تلك الايات قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ذكرنا ان هذه الايه في سوره ال عمران تدل على ان في القران محكما ومتشابهه المحكم هو ام الكتاب اي اصله الذي ترجع المتشابهات اليه نرجع المتشابهات الى المحكمات فبذلك يتبين معنى الايات المتشابهه واما المتشابهات فهذه ايات في القران الناس ينقسمون امام هذه الايات الى اصناف ثلاث. الصنف الاول هم الذين في قلوبهم زيغ وانحراف عن الحق، هؤلاء يحاولون تأويل هذه الايات المتشابهات بما يتطابق مع اهوائهم ومصالحهم. الصنف الثاني هم الراسخون في العلم، وهؤلاء هم الذين يفسرون المتشابهات تفسيرا صحيحا بحسب ما أراده الله سبحانه وتعالى، فيرجعونها إلى المحكمات، ويفسرونها تفسيرا صحيحا، أو يؤولونها تأويلا صحيحا. الصنف الثالث الذين هم ليسوا من الراسخين لكنهم أولو الألباب، بمعنى أن هؤلاء يرجعون يرجعون إلى الراسخين، ويأخذون التأويل منهم، فلهم عقل خالص حينما جهلوا بأمر يرجعون إلى العلماء فيه، ويأخذون منهم فيصلون إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى من تلك الآيات ومن ثم يعملون بها. من هم الراسخون في العلم؟ الأحاديث تدل على أن أفضل الراسخين في العلم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو يعلم بعلم الكتاب كله. هذه الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، ما هو تفسيرها؟ وما هو تأويلها؟ ظاهرها، باطنها، محكمها، متشابهها، عامها، خاصها، ناسخها، منسوخها، وما إلى ذلك، كل ما يرتبط بهذه الآيات الله سبحانه وتعالى علم رسوله بذلك. ولا يعقل أن الله سبحانه وتعالى ينزل الآيات على الرسول والرسول لا يعرف معناها هذا غير ممكن، لا يعرف تأويلها هذا غير ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم لا يعمل لغوًا، الله سبحانه وتعالى لا يعبث لا يكون عمله لغوًا وإنما عمله كله بحسب الحكمة. فهو حكيم سبحانه وتعالى. وعليه فحينما انزل هذه الايات على الرسول صلى الله عليه واله انما انزلها بلفظها وعلمها مع وعلمه معناها كما قال سبحانه وتعالى في سوره القيامه: ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. يعني الله سبحانه وتعالى كما أنزل القرآن على الرسول بنصه كذلك أنزل معاني هذه الآيات على رسوله صلى الله عليه وآله، والمعاني التي أنزلت على الرسول أحاديث قدسية في تفسير وتأويل هذه الآيات، تلك أيضاً هي آيات لأنها أنزلها الله سبحانه وتعالى، لكن لم ينزلها لتكون في نص القرآن. وإنما ليعلم الرسول صلى الله عليه وآله معاني هذه الآيات بتفسيرها وتأويلها وما إلى ذلك ولذلك في بعض الأحاديث عندنا أن الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله هي سبعة عشر ألف آية نص القرآن ستة آلاف ونيف آية الباقي يعني حوالي إحدى عشر ألف آية هذه معاني القرآن هذه تفسير القرآن هذه تأويل القرآن هي أحاديث قدسية نزلت في هذا الشأن فأفضل الراسخين هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومن بعد الرسول الله سبحانه وتعالى بواسطه الرسول علم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام جميع ذلك العلم، يعني رسول الله جميع العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالقرآن، وكذلك غير القرآن، لكن حديثنا الآن حول القرآن الكريم. هذه العلوم علمها الرسول أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام وهكذا سائر الأئمة ووالي أناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري فهؤلاء هم أفضل الراسخين في العلم الرسول أفضلهم ومن بعده الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ما عندنا واحد يكون عالم بجميع تفاصيل القران لكن عندنا علماء هؤلاء اخذوا من الرسول صلى الله عليه واله واخذوا من الائمه عليهم الصلاه والسلام هؤلاء لهم رسوخ في زاويه من الزوايا او في الجمله وهؤلاء هم راسخون يعني علماء فقهاء يعرفون التفسير، يعرفون التأويل، لكن لا بشكل مطلق، بالمقدار الذي تعلموه من الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء في كثير من المسائل يجهلون، لأن رسوخهم ليس كرسوخ رسول الله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء العلماء لهم رسوخ ما في الجملة، فلذلك يجهلون كثيرا من المسائل فيرجعون الى سنه الرسول واحاديث على الائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام يجتهدون في فهمها يتعمقون فيها ليستنبطوا منها لا اجتهاد مقابل النص هذا لا يجوز ذاك يقول قال الله واقول هذا لا يجوز بل تقول قال الله وأنا اجتهدت في فهم قوله سبحانه وتعالى لأنه أمرني بالتدبر أمرني بالتفكر نقول قال رسول الله زين شنو معنى كلام الرسول؟ نجتهد لفهم معنى كلامه مثلا رسول الله صلى الله عليه واله قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام زين هذه جملة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام من خمسة أو ستة كلمات. اجتهد العلماء في فهم هذه الكلمة، هذه الجملة. وأحيانا تجد مجلدات من الكتب تم تأليفها لفهم هذه الجملة المختصرة، اجتهاد في فهم هذه الجملة. هؤلاء الراسخون في العلم هم من الدرجة الثانية يعني يأخذون عن الرسول وعن الأئمة ويجتهدون أي مكان لم يصلوا إلى نتيجة حين ذاك يتوقفون يقول أنا لا أعلم لأن الإنسان علمه لأن الإنسان علمه قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وعلم هؤلاء العلماء ليس علما رد لدنيا افاضه مباشره من الله سبحانه وتعالى اليهم وانما عن طريق طبيعي جعله الله سبحانه وتعالى وهو المطالعه والمدارسه والتفكر فقد يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم بابا من العلم في الجمله وقد لا يفتح عليهم الكثير من الابواب حينما يصل الى نقطه لا يعلم يقر بعجزه. وهذا من فضلهم ومن كمالهم في الحديث الشريف إذا سئل أحدكم عما لا يعلم فلا يستحي أن يقول لا أعلم. ما تدري قول ما أدري. لأنه أنت لازم تستحي من الله سبحانه وتعالى مو من الناس. افرض إذا سألوك سؤال وأنت قلت لهم لا أدري لعله تسقط من أعينهم. لكن إذا أجبت جوابا خلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا تسقط من عين الله سبحانه وتعالى ارتكاب لكبيره الافتاء بغير ما انزل الله، القضاء بغير ما انزل الله، التفسير بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى، فاذا افضل الراسخين الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام وهؤلاء رسوخهم تام من كل الجهات وفي كل الجهات. ومن بعدهم هناك ناس من العلماء اخذوا عن الرسول وعن اله ورسوخهم بمقدار ما اخذوه منهم وبمقدار ما اجتهدوا في فهم كلامهم هذا الحديث الثاني في هذا الباب باب ان الراسخين في العلم هم الائمه عليهم الصلاه والسلام هنا يسال بريد ابن معاويه العجلي عن الصادق او الباقر عليهم الصلاه والسلام وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ماذا يقول الامام الصادق او الامام الباقر عليهما السلام في هذا الحديث فرسول الله صلى الله عليه واله افضل الراسخين في العلم ماكو واحد افضل من الرسول قد علمه الله عز وجل جميع ما انزل عليه من التنزيل والتاويل الله سبحانه وتعالى علمه تفسير الآيات وعلمه تأويل الآيات. الآية الشريفة تقول ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا الكتاب المبين إذا كان المقصود به القرآن الكريم. كل شيء موجود في القرآن. زين في بطون القرآن. في ظاهر القرآن، وفي بطون القرآن، هذه التأويلات. حسب المروي أن القرآن باطن ولبطنه باطن ولبطن بطنه بطن إلى سبعين بطنا الله سبحانه وتعالى علم رسوله إحنا ما لنا طريق إلى ذلك التأويل لذلك لا يحق لنا أن نؤول حسب ما نرى لأن التأويل هو خلاف الظاهر ونحن مأمورون بالعمل بالظاهر أما خلاف الظاهر ناخذه من الرسول صلى الله عليه واله ومن بعده من الائمه والا اذا واحد اجى من كيف اول القران هذا يكون من مصادق تفسير القران بالراي وتفسير القران بالراي من اكبر الكبائر لانه تحريف معنوي فرسول الله صلى الله عليه واله افضل الراسخين في العلم قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله، هذا برهان عقلي، الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن على الرسول ويقصد تأويلا في ذلك الآيات في تلك الآيات ولا يعلمه الرسول، الرسول هو الواسطة هو الذي يعلم الناس الله ينزل عليه شيئا لا يعلمه هذا مو معقول هذا اللغو والله أعلى وأجل من أن يعبث فهو منزه عن ذلك زين تارة إحنا في قضايانا نذكر كلاما لشخص هو لا يفهم معناه حتى ينقله إلى الغير ذاك الغير يفهم المعنى أقول له أنت ما يخصك أنت هذا الكلام انقله لفلان فلان يفهم مقصودي هذا يمكن وليس باللغو لكن بالنسبة إلى القرآن وإلى الرسول هذا غير ممكن لأنه من أكو أعلم من الرسول في القرآن الرسول كلف أن يبين القرآن لنا ماكو واحد اعلم من الرسول في القرآن حتى تقول انه ذاك هو يعلم التأويل وهذا يخرج الكلام عن اللغوية، لا بل الرسول هو المبين في سورة النحل الله سبحانه وتعالى يقول: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"، أنت المأمور ببيان القرآن، تفسيره، تأويله، بيان مصادقه وهكذا. وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تاويله، زين هذا بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه واله فهو افضل الراسخين. زين من بعد الرسول واوصيائه من بعده يعلمونه كله، لان رسول الله صلى الله عليه واله بامر من الله علمهم. علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب. انا مدينة العلم وعلي بابها. بين ذلك في حديث الثقلين المعروف وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، اهل البيت لا يفترقون عن القران. زين اذا لم يعرفوا معاني القران، تاويل القران. هذا الجهل افتراق عن القران، لان القران هو علم. زين اذا واحد يجهل ايه من القران افترق في تلك الآية عن القرآن وهم لا يفترقون عن القرآن وأوصياءه من بعده يعلمون كله زين هل هناك راسخ في العلم غير الرسول والأئمة رسوخ تام لا يوجد لكن في الجملة نعم وهؤلاء الذين اجتهدوا في فهم كلام الرسول وفي فهم كلام الائمه فصار لهم رسوخ ما في بعض الزوايا. هؤلاء لا يحق لهم التاويل من عند انفسهم وانما التاويل ياخذونه من الرسول والائمه. كما ان الرسول والائمه لا يؤولون من عندهم وانما بما علمهم الله سبحانه وتعالى. يعني تاويل الرسول مو من عنده، تاويل الرسول من عند الله سبحانه وتعالى. يعني الله علمه والرسول يبين التاويل. أمير المؤمنين تعلم من رسول الله صلى الله عليه واله ويبين التأويل. زين إذا الرسول والأئمة ليس من صلاحيتهم أن يؤولوا من أنفسهم وإنما يؤولون بما علمهم الله سبحانه وتعالى. زين غير الرسول والأئمة بطريق أولى لا يحق له أن يؤول من نفسه. وإنما يأخذ منهم ويبين ذلك. زين إذا لم يعلم شيء يقرب الجهل لذا يقول والذين لا يعلمون تأويله إذا العلماء الفقهاء الذين أفنوا أعمارهم في طلب علوم الدين المفسرون الكبار الأتقياء هؤلاء لا يعلمون التأويل زين إذا الرسول قال التأويل يقبلون كلامه إذا الأئمة قالوا بالتأويل يقبلون كلامهم والذين لا يعلمون تأويلهم تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني إذا قال العالم شيئا يصدقونه هذا معنى هذه الجملة من هو العالم؟ الرسول من هو العالم؟ الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعني أنت ما تقدر تقول أنه كل واحد يعلم كل القرآن ما يصير هذا الشيء انك بعض الناس يأتون ويقولون القرآن أنزل لهداية البشرية جمعاء فإحنا ما نحتاج إلى مفسر القرآن إحنا نشيل القرآن ونشوف القرآن ونرى ماذا في القرآن ونعمل به كلا هو نفس القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الرسول لازم يفسر لأنه أنت صحيح إذا قرأت القرآن وأنت كنت تعرف اللغة العربية تفهم ظاهر القرآن لأن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لكن هناك آيات عامة فيها تخصيص بتشوف آية وخلص تغفل عن بقيه الايات هذا يصير جعل القرآن عظين، الذين جعلوا القرآن عظين، يعني جزأوا القرآن، القرآن واحده واحده، القرآن فيه عام وخاص ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، زين فلذلك تريد تستنبط الحكم المراد لازم ترجع الى الراسخين في العلم. اذا الامام يقول والقران خاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ فالراسخون في العلم يعلمونه. زين عندنا حديث اخر ايضا يدل على ان هناك من بعد الرسول والائمه الذين هم راسخون في العلم في القران من كل الجهات. هناك يوجد راسخون لكن في بعض الجهات وهم العلماء الربانيون. الذين اخذوا علومهم عن الرسول والائمه في حديث عن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول: واعلم يا عبد الله ان الراسخين في العلم هم الذين اغناهم الله عن الاقتحام على السدس على السدد المضروبه دون الغيوب، يعني اذا اشياء يجهلون فيها لا يقولون فيها برايهم القاصر. واقروا بجهل ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. زين هذا ما ينطبق على الرسول ولا ينطبق على الائمه لان الله علمهم كل علم القران فاذا يراد بهؤلاء الراسخين هنا الذين هم راسخون في الجمله يعني ما بعد الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام يحقق هو مفسر كبير رباني يتامل في القران يتفكر يتدبر يراجع احاديث الرسول صلى الله عليه واله واحاديث الائمه زين يستنبط كثيرا من العلوم اي مكان جهل يتوقف لا يقول شيئا بغير علم زين بعد هذا الباب اللي هو باب حول الراسخين في العلم الكوليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي يعقد بابا اخر وهو باب ان الائمه قد اوتوا العلم واثبت في صدورهم لأن هذه الأبواب حول علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. عندنا آية في القرآن في سورة العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من هؤلاء الذين أوتوا العلم؟ أبرز المصاديق لهذه الآية الرسول صلى الله عليه واله ومن بعده الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذه الآية هكذا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. رسول الله صلى الله عليه واله لم يتعلم القراءه والكتابه عند احد. هذا تاريخ الرسول. اهل مكه كانوا اميين لا يعرفون القراءه والكتابه. ورسول الله صلى الله عليه واله لم يتعلم القراءة والكتابة عند احد. فلما بعث لم يستعمل القراءة والكتابة طيلة حياته. طبعا الله سبحانه وتعالى بطريقة إعجازية علم الرسول ذلك. لاننا نعتقد ان الله سبحانه وتعالى علم الرسول جميع ما يعلمه الناس وزياده. لكن هذه بطريقه اعجازيه يعني الله الهمه هذا العلم لكن كطريقه طبيعيه تعلم القراءه عند احد؟ لا. تعلم الكتابه؟ لا. استعمل القراءه والكتابه في طيله حياته سواء قبل النبوه يعني قبل البعثه. أو بعد البعثة كلا لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الرسول أميا أميا بهذا المعنى أنه لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد مو معنى أنه لم يكن يعرف بطريقة إعجازية لا بطريقة إعجازية كان يعلم كما تدل عليه الروايات لكن هذه طريقة إعجازية الذي يأتي وهو لا يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله هذا لا يعتقد بالطريقه الاعجازيه، زين الطريقه الطبيعيه ايضا لم يتعلم القراءه والكتابه عند احد ولم يستعملهما طيله حياته. وما كنت تتلو من قبله من كتاب يعني ما تعرف القراءه ولا تخطه بيمينك يعني لا تعرف الكتابه. اذا لارتاب المبطلون. لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الرسول أميا بهذا المعنى الذي ذكرناه حتى واحد لا يجي يشكك أنه زين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة ذهب قرأ كتب أهل الكتاب كتب أهل الكتاب وجاء ولفق مثلا طبعا كانوا يقولون هذا الكلام لكن هذا الكلام ما كان يمشي لأنه معلوم كذب هذا الكلام مثل ما كانوا يقولون شاعر ساحر مجنون مثلا مفتون كانوا يقولون لكن هذا كان تهريج الذي كان ياتي ويستعمل عقله لا يتاثر بهذا التهريج كذلك قالوا اساطير الاولين اكتتبها لكن كان تهريج الله سبحانه وتعالى لسد الثغرات على هؤلاء المبطلين ولاجل ان يتم الحجه على الناس قل فلله الحجة البالغة زين بطريقه طبيعيه ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، زين شنو هو هذا القران؟ بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم يعني الله سبحانه وتعالى كان ينزل القران على الرسول صلى الله عليه واله بواسطه جبرائيل او مباشره احيانا والرسول كان يتلو القران وكان يحفظه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام والمسلمون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم لم يقل بل هو ايات بينات بين الدفتين لان هذه الكتابه نقوش هذه النقوش تدل على حروف، تلك الحروف تدل على معاني. يعني نقوش تدل على الفاظ، الفاظ تدل على معاني. هذه النقوش هذه ما نزلت وانما الشيء الذي نزل الالفاظ نزلت في صدر الرسول صلى الله عليه واله ومنه تلفظها والمسلمون تعلموها. اما هذه النقوش هذه الكتابه هذه اصطلاح المسلمون كتبوا القران بالحروف التي كان يستعملها العرب كتابه الاعجاز كونه ايه ليس في هذه النقوش كونه ايه والاعجاز في هذه الالفاظ التي هي في صدور الذين اوتوا العلم لأنهم يفهمون معناها فيفهمون وجه الإعجاز فيها. أنت الآن اذهب اقرأ القرآن إلى إلى شخص لا يعرف اللغة العربية، يسمع الألفاظ تقرع أذنه، لكن لا يدرك الجانب الإعجازي في هذه الآيات، لماذا؟ لأنه لا يفهم معناها. حتى الآن بعض العرب الذين لا يعرفون اللغة الفصحى يتكلمون باللغة العامية أميون تقرأ القرآن عليه لا يفهم القرآن لكن الشخص الذي لغته اللغة العربية ويفهمها هذا إذا استمع إلى هذه الآيات يدرك الجانب الإعجازي فيها وكلما كان علمه أكثر إدراكه للجانب الإعجازي في هذه الآيات يكون أكثر زين أفضل مصادق الذين أوتوا العلم هم الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث الإمام الباقر عليه السلام يقرأ هذه الآية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم العلم من كل الجهات فأومأ بيده إلى صدره الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال الذين أوتوا العلم يعني نحن في ايه في حديث اخر عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، قال هم الائمه. في حديث ثالث عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول لابي بصير: اما والله يا ابا محمد ما قال بين دفتي المصحف، الله لم يقل بل هو ايات بينات بين دفتي الكتاب المصحف. لا الله سبحانه وتعالى قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وإلا هذا المصحف المطبوع الطيلة واحد لا يعرف اللغة العربية لا يدرك الجانب الإعجازي فيه الذي أوتي العلم ذاك يفهم الجانب الإعجازي في هذه الآية زين الذي أوتي العلم قد يكون أوتي درجة قليلة من العلم يدرك الجانب الإعجازي بهذا المقدار، يعني المشركون الذين كانوا في مكة المكرمة ولغتهم الأم كانت اللغة الفصحى، هؤلاء أوتوا العلم، علم اللغة العربية، كانوا يدركون الإعجاز البلاغي في القرآن. زين المسلم اللي عنده علم بالشريعة، علم بالتاريخ، إدراكه للجانب الإعجازي يكون أكثر. أهل الكتاب الذين كانوا يقرؤون التوراة والإنجيل غير المحرفتين، كانوا يدركون جانب الإعجاز أكثر من المشركين. والذي يعلم علم القرآن من كل الجهات، هذا يدرك الإعجاز من كل الجهات، لأن القرآن معجزة من كل الجهات، مو من جهة واحدة. قلت من هم جعلت فداك؟ الإمام الباقر قال: من عسى أن يكون غيرنا؟ اكو واحد غيرنا علمه الرسول صلى الله عليه واله علم جميع القران. هذه بالنسبه الى هذه الايه الشريفه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتعلمين من علومهم، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.